يا رب أنا بشكرك لأنك صالح. يا رب أنا بصلي لك علشان العالم بقى مليان بالشر والشهوات دي حاجة صعبة قوي علينا. يا رب من فضلك بارك اليوم بكرة. يا رب خليني ألحق أعمل كل حاجة. يا رب أنا بشكرك قوي على محبتك العظيمة دي. بشكرك إنك امبارح طلعتني من حادثة بإصابات بسيطة. يا رب سوا بشكرك علشان امتحان النهاردة على النتيجة الحلوة اللي أنا حققتها فيه. وبشكرك لأنك رعية. رعية؟ الرب راعي وهواكي. ايه ده ايه ده؟ أنا صوتي وحش قوي في الترنيمة دي. ها ها يا إلهنا الصالح شكرا لي. ايه ده؟ أنا صوتي حلو قوي في الترنيمة دي. يا ترى أنا صوتي حلو في ايه كمان؟ ايه كمان؟ الشرقي ولا الغربي؟ أنا عايز أعيش ليك وهدفي إن أنا أرضيك. ايه ده؟ حلوة. ورق وقلم بسرعة. حاضر. أنا عايز أعيش ليك وهدفي إني أرضيك. ايه ده؟ أنا لازم أقولها في كل فترات الرنيمة اللي هاخدها. يا رب خليني ألحق أروح الكنيسة بالليل وعزومة أهلي قبل الكنيسة والجامعة وكمان البنك. أنا لازم أصحى بدري عشان البنك. عايزة أبقى في البنك 10 يعني لازم أصحى 8:30. أنا لازم أظبط الموبايل قبل ما أنسى. ياه أنا نفسي أخف بسرعة. صحيح أنا عندي كشف بكرة مع الدكتور سالم. الدكتور سالم ياه هو الدكتور سالم ده بيكسب كام؟ ده بياخد 200 جنيه في الكشف، يعني لو عمل 10 كشوفات هيطلع له في اليوم بتاع 2000 جنيه يعني في الشهر 60,000 جنيه. بس أنا تعبان قوي. نحسنا قوي. انا هموت من النعس. ها رب ده المفروض على كده يدوني صلوات كتيره قوي في الكورال. انا تاملاتي على طول جميله وسط الترانيم، ممكن اقولها في صوره تامل او وعظه. طب انا هلبس ايه بكره؟ هلبس احمر ولا اسود ولا ابيض ولا اصفر ولا اخضر؟ اللي هيليق على الكنيسه والعزومه والجامعه والبنك. ازرق، انا هلبس ازرق.